فكرة شو عم تعمل مستحدثة وخاصة بزمن الكورونا، رح نطل مع العديد من النجوم ورح نشوف شو عم بيعملوا بهالوقت وبهالأثناء وبهالفترة كلها. مش هيك اليوم وعبر سكايب رح ننتقل سوا لشخصية تبعتوها بلبنان والعالم العربي، بسحرة بجمالها بأنوثتها الحلوة وثقافتها دايما بتطل وعندها إشراقتها الخاصة، الإعلامية أنابيلا هلال. مساء الخير. بونسوار. هاي هاي، كيفكم؟ شو اخبارك؟ شو عم تعملي؟ ولا كل مرة كل يوم الساعة 7 بتابعك سيرج، بتابع كمان برمشكم، يعطيكم الف عافية. ثانك يو. وبتعقدوا ثانيتكم سوا لبقيه لبعضكم. بدنا نقول لك نعيما على الشعر. هذا بيحكي تخيلي. طيب أنابيلا، مبسوطة أكيد من نجاح ذا فويس كيدز، خبرينا عن الأصداء الكتير كبيرة، للأسف يعني مش عم تقدري تظهري كتير نسبة تسمعي أصداء الناس، ولكن أكيد على السوشيال ميديا كله عم ببارك لك. صراحة ذا فويس كيدز كانت تجربة كتير حلوة، وخاصة إنه كل الإنتاج وفريق العمل قدموا شغل كتير حلو بظرف كتير صعب. بتعرف كتير منيح إنه في عنا أزمة إنتاج كمان بالتلفزيون، وعنا يمكن أوضاع أمنية وصحية واقتصادية عم بتخلينا شوي نقصر بتقديم برامج بضخامة ذا فويس. فكنت كثير سعيدة إنه تم اختياري تقدم هذا البرنامج، تجربة جديدة بحياتي المهنية، بفتكر أعطتني نقطة إضافية بمسيرتي الإعلامية. أنا بلا كمان أنت جاي من قبرص قبل ما يسكروا إذا فينا نقول الخطوط الجوية، ليه ما بقيتي بقبرص وأصريت تجي على لبنان؟ صراحة لبنان كيف ما كان بحبه بصعوباته وبجماله، بحب لبنان وما رح اتخلى عنه ابدا. للبنان بحب شعبه، بحب ارضه، بحب مناخه. كان في يمكن ابقى هونيك، بس لبنان خير. تنرجع عن ذا فويس كيدز وتحديدا الام بي سي، اليوم رجعتك على الام بي سي، رح تبعدك عن الشاشات اللبنانيه؟ لا اكيد، انا اليوم عم بقدم كانت سيلبرتي دويت، يلي بعتبره هو القلب لإلي الشخصيه بحياتي المهنيه، هو مثل الجامعة يلي بخلص مدرسة وبصير بالجامعة، هيدا هو سيلبرتي دويت. ما فيك تكمل حياتك المهنية بلا ما تتخرج من الجامعة. الفويس اليوم هو مثل عم بعمل الدكتوراه تبعيتي، فهيدول كلهم من درجات الحياة، سلم الحياة يلي بقدموا لك الطموحات اللي انت بتطمحي لها. لا اكيد الام سي في اليوم كمان اعطتني فرصه حقيقيه لإلي، على مدى 4 سنين اشتغلت بهيدي المحطه ولم ازل كمان موجوده بهيدي المحطه، علما انه سيلبرتي دويت نقل كمان على شاشه الام سي. اذا خيروك بين ذا فويس والديو المشاهير، شو بتختاري اول شيء؟ صراحه نحن اليوم عم نحكي كبرامج، انا اليوم ذا فويس كان عندي خبرة مع الأولاد، ولا مرة بحياتي فكرت أعمل برامج بيشمل الأولاد الصغيرة. أنا اليوم عم بقدم برنامج يمكن هو عم بغير حياة ومصير أولاد، وعم بقدم موهبة جديدة. ما في أختار بين برنامج والثاني، أكيد أنا ام تي في مثل ما قلت لك هي درجة علتني كثير، والام بي سي كمان، يعني انا جيت ام بي سي ام تي في، واليوم موجوده على الام بي سي وبكره موجوده على الام تي في. طب أنابيلا، شو رايك بتبرعات النجوم وخاصه اليوم كثار عم يتبرعوا خاصه بهيدا الظرف، وانت كنت وحده منهم كمان تبرعتي يمكن للصليب الاحمر، خبرينا اكثر عن هذه التبرعات وشو بتطلبي من كل النجوم بعد؟ صراحه هدول التبرعات بحسهم يمكن عمل خير. نحن اليوم بزمن الصوم سيرج، وبزمن الصوم الله بينعم علينا بعطاء الاخرين. نحن مش بس قصه انه بنعطيهم بعض المصاري اللي نحن كنا مخبيينهم يمكن بنتقاسمهم مع غيرنا، انما كمان يمكن بنشاركهم بصلاتنا اليوميه. ويمكن نحن بهيدا الشهر الفضيل مش بس لانه عنا هيدي الأزمة، نحن كإيماننا وكصيام وكجمعة العظيمة يلي رح تكون، المسيح طلب منا نساعد غيرنا. فبفتكر أنا هيدا واجب وطني لكل شخص منا. وبالإضافة أيضا أنه كل شخص على مختلف
الأدين بهذا الشهر قدم قد ما فيه وعلى قد إمكانياته، ويلي لفتني كثير مش بس النجوم يلي عم بيقدموا، إنما أيضا فرج بدنا ندور على هالأطفال يلي بهذا الشهر كسروا الأجهزة تبعيتهم وبديل ما يروحوا يشتروا أشياء هن بحبوها قدموها لعمل الخير. ما فينا ننسى الأهل يلي ربوا أولادهم سيعطوا عمل الخير، ويلي كمان ثاقبت بهذا الشهر الفضيل، يلي كمان كان عنا عيد المعلم يلي هو من صحيح. احلى الاعياد الموجوده، في اساتذه ضحيت بالكادو تبعولا كرمال يقدموا الخير لطاقم الطبي ولا المستشفيات الحكوميه ولا الصليب الاحمر يلي بنوجه لهم تحيه. وثالث امراه يلي كمان بدنا نوجه لها تحيه هي بعيد الام يلي كمان فضلت تشير الهديه تبعيتها، كل ام كرمال العمل الخير وتطلب من اولادها ما تم هن يهدوها. هذا الصوت من عندي أنا بلا لنرجع نحكي مؤخرا عن أعمالك، كنت رح بتكوني برأس النجوم ولكن تأجل بسبب الأوضاع، فكيف رح تكوني كمان أيضا بديل عن كارلا حداد اللي كانت سبق وكانت زميلتك على شاشة الـ LBC، كيف بتشوفي أدائها؟ صراحة أنا ما في عير حدا، أنا بحترم كل زملائي وبفتكر كلهم ناجحين. أنا اليوم عم بشتغل مع محطة MTV يلي هن الوحيدين يلي بقرروا مين بده يقدم مين، لا حتى مش أنا اللي بقول، أنا طلع بقول اليوم أقدم برنامج معين. هي رجعت على LBC، معقولة ترجع أنت كمان؟ معقول ترجعي للمؤسسة اللبنانية للإرسال؟ صراحة ما بتعرف، ما حدا بيعرف، بس أنا اليوم مبسوطة مطرح ما أنا مبسوطة بانضمام لشركة MTV، بيبقى العروض يعني بالأكيد وحسب العروض يعني مثل ما بتعرفوا اليوم مقدم البرامج او الاعلامي بيدرس كل عرض صحيح الشيء. انا بلا كثير برامج بس انا اليوم مرتاحه بموعدك اكيد نتمنى لك كل التوفيق. انا بلا بس كلمه نهائيه لكل الناس اللي عم بتتابعنا، شو بتقولي لهم؟ خليك بالبيت اكيد، بنطلب منهم كلهم يضلهم بالبيت، بس كيف بيتسلوا؟ كيف بيقضوا وقتهم؟ صراحه سرج انا ما في اخب عليك انه ما بلحق بالبيت لانه كثير مقطع حياتي المنزليه مثل ما حياتي اليوميه، يعني انا الاشخاص اللي ما بتعرفوني غير السوشيال ميديا، انا حياتي المنزليه والعائليه هن بيجوا بالاولويات بحياتي، ما بشارك كل الفانس تبعولاتي، ما الفولورز تبعولاتي بحياتي المنزليه لان بعتبره هيدا الشيء سكري، هيدا الشيء خاص فيي، انما هيدا الشيء ما بيعني انه انا بقضي اصلا وقت الفراغ تبعولي يما الوقت بشتغل عليه حتى اقضيه اكثر شيء بالبيت، صراحه ما عم لحق لانه عم بنقضيها، صرت معلمه مدرسه بالاخير مش غلط، رجعت تعلمتيهم على جديد يعني كمان وتذكرتيهم وصرت كمان بشتغل بالاي تي، فكمان بدي وجه تحيه لكل شخص بيشتغل بالاي تي وبالانترنت وبالكمبيوتر وبالداونلود ايلات ابلكيشن. انا بلا اي لاف يو كثير 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 واكيد ستي سيف وستي هوم، لانه هالقد الناس بتحبك، هالقد دائما من نجاح لنجاح ونحن بدورنا بنحبك كثير. شكرا لاتصالك كثير، يعطيكم الف عافيه، شكرا لاتصالكم فيي وكثير انبسطت اني اليوم ضيفه معكم. شرف لنا، ثانك يو كثير. وهلا صار وقت الجوله على السوشيال ميديا.